السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلات الدايت، هنستخدم بدل ما نستخدم نشويات هنستخدم خضار. فهنا الساندويتش دوت معمول بإيه؟ الفلفل وجبنة ولحوم باردة اللي هو صدور الرومي. صدور الرومي من الحاجات اللي حلوة جدا في الدايت لأنها بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت سعراتها قليلة. وده بقى ساندويتش برضو بالفلفل الرومي الأحمر، وعاملين الحلبة مزرعينها وحاطين افوكاتو وحاطين برضو صدور رومي. انا ممكن احط اي صوص اطعم بيه الساندويتش، ادهن بيه الفلفل من بره من جوه، وكمان يبقى فيه كده قرمشة جميلة. كمان السلطات بتاعة الدايت مش شرط تكون السلطات العادية بتاعتنا، احنا ممكن نبتكر شوية فيها ونخلي الخس البلدي بتاعنا هو دوت برضو بديل النشويات، وبرضو الصوصات نخليها من الخل البلسمك ومن البهارات. نخلي بالنا عشان الصوصات، احنا لو استخدمنا صوصات جاهزة هتكون فيها سعرات حرارية عالية وكمان القيمة الغذائية بتاعتها منخفضة. ممكن احط بقى فلفل الحامي ده بيطعم الساندويتش، ورشة جبنة خفيفة جدا. كمان الزعتر لما بنحطه مع زيت الزيتون بيكون حلو قوي ان انا احطه على السلطة. هنا نفس الحكاية، بدل العيش احنا هنستخدم الكرنب الاخضر بتاعنا، وهنعمل صوص كده تغميز ان شاء الله. انا هعمل لكم الصوصات ديت وهنزلها، برضو بتكون حوالين البهارات واعشاب وخل بلسمك ومعاهم خل تفاح. هنا احنا هنستخدم بياض البيض بس وعلي شوية كمون وصدر فرخة مشوي من غير اي حاجة، بشوية خيار وطماطم. والوجبة دي وجبة غذائية متكاملة بدون نشويات. انا عن نفسي ما بخسش الا لو قطعت النشويات، طول ما باكل النشويات حتى لو دايت للأسف وزني ما بيتحركش. هنا بقى احنا هنعمل ايه؟ هنجيب مجموعة كده مختلفة من الكرنب الاحمر والابيض والكرنب الاخضر، وهحط شوية خضار فيه اقطعهم بالطول، وهعمل تغميسة خفيفة كده من المايونيز والمستردة، بس برضو ما نحطش مايونيز كتير. هاخد الجبنة، شريحة جبنة صغيرة خالص، هسيحها واكون عاملة خضار سوتيه وصدر فرخة او فليه سمك يكون مشوي على الجريل، وهحط عليهم ممكن اسيح حتى في الطاسه على النار واحطها عليهم، هتخلي الطعم حكايه وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي. هنا بقى ده سناك. سناك بايه بقى؟ فاكرين القطه بتاعت زمان؟ تتقطع كده شرايح، دوت بيكون معمول من الكرفس، لكن لو ما عنديش كرفس انا بستخدم القطه وبعمل نفس الشكل، واحط برضو لحوم بارده. ومع الخيار بقى بنقطعه كده بالقشارة بتاعت البطاطس شرايح طويلة خالص، خيار او الكوسة الخضراء لو الناس المقيمة خارج مصر هتلاقيها، او في الهايبرات الكبيرة يعني. وبناخد بقى كده سموم في ميه ونحطه نهرسه شوية ونحطه، ده التتبيلة الداخلية. مش شرط يكون عندي يعني، انا ممكن احط اي صوص بالجبنة والزيتون، ممكن اضرب زيتون وجبنة في الكبة. هنا بقى دي شرايح الجبنة الحلوم مع الطماطم والنعناع، وفوقيهم بس شوية صويا صوص، بتديني طعم مدخن شوية، خاصة ان الحلوب من الحاجات اللي بتتشوى، في ناس بتحبها، انا شخصيا ما بحبهاش لانها بتكون مالحة قوي، انا بحب تكون الجبنة مالحة قليل. ممكن نحطها في مية 24 ساعة ونغير عليها المية عشان تكون مقبولة. وبقى بعمل منها اشكال كتير، ممكن نحشي بيها الطماطم الصغيرة، خاصة ان الطماطم اليومين دول بقى ايه جميلة وحلوة وطازة في السوق. برضو بنفس الحكاية بالكرفس او القطة بتاعتنا، بنقورها كده تقويرة خفيفة من النص، ودوت عبارة عن جبنة فيتا مضروبة في الكبة مع زيتون اسود. احنا بقى ممكن نجيب الحاجات كلها دايت كده ونفتح خياراية او كوساية، هو دوت خيار، او ممكن نجيب الكوساية وبس ما نكترش من الصوص، علشان الصوص بيعمل احتباس للسوائل في الجسم. حط برضو صدور الرومي،
بالمناسبة صدور الرومي عليها تخفيضات دلوقتي في سرايا ماركت، وهي برضو من الحاجات اللي ما فيهاش أملاح كتير وممكن استخدمها في الدايت. كمان برضو الوصفة دي بالروست والجبنة الحلوم والزيتون تنفع للحفلات وتنفع للمناسبات. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم في فيديو